السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم فيه مع بعض إزاي نسطب ويندوز 7 على الجهاز بتاعنا. الفيديو أنا موجهه للمبتدئين، يعني هنشرح فيه بالتفصيل شوية إزاي المبتدئ أو اللي ما جربش إن هو ينزل نسخة ويندوز قبل كده على جهازه، إزاي نديله الجرأة إن هو يسطب نسخة ويندوز على الجهاز بتاعه. طيب، في البداية إحنا عايزين نعرف مع بعض إيه هي الحالات اللي أنا ببقى محتاج إن أنا أنزل فيها نسخة ويندوز. الحالة الأولى إني أكون اشتريت جهاز جديد أو هارد جديد. في الحالة ديت أنا محتاج إن أنا أقسم الهارد وأنزله نسخة ويندوز عليه، ودي سهلة يعني ما فيهاش مشكلة، لأن أنت الهارد ما عليهوش داتا، فأنت مش هيبقى عندك خوف إن الداتا بتاعتك تضيع. طيب، الحالة التانية إن أنا أكون عايز أعمل أبديت للويندوز اللي عندي. أنا مثلا شغال على ويندوز 7 أو 7 وعايز أعمل أبديت لويندوز 10 أو 10، دي الحالة التانية. الحالة التالتة إن أنا عندي نسخة الويندوز حصل فيها مشاكل، نزلت عليها برامج كتير وحصل فيه تعارض ما بين البرامج، أو فيروس ضرب الويندوز. في الحالة دي إن أنا محتاج إن أنا أشيل النسخة الحالية وأنزل نسخة ويندوز جديدة للجهاز. طيب، الحالة الرابعة ودي أخطر حالة بعتبرها، إن مثلا أكون شغال على الويندوز والكهرباء تقطع فجأة عن الجهاز، أو يحصل مشكلة ما في الويندوز، اجي اقومه تاني الويندوز ما يشتغلش. طيب، الحاله دي خطورتها في ايه؟ ان الداتا بتاعتي اللي على الديسك توب انا مش عارف اوصل لها تاني، مش محتاج ان انا اعمل عمليه انقاذ للداتا بتاعتي، فديت فيها سنه خطوره شويه، لان الداتا ممكن تضيع. وان شاء الله هخصص لها فيديو مستقل ان احنا نشرح ازاي ان احنا ننقذ الداتا بتاعتنا وبعد كده ننزل نسخه الويندوز براحتنا. طيب، احنا دلوقتي عرفنا امتى او ان انا اكون محتاج انزل ويندوز. طيب، قبل ما نبدأ شغل في 4 حاجات عايزك تعملهم انت كمبتدئ، عايزك تعمل 4 حاجات. ايه هما الحاجات دي؟ هتسهل عليك مشاكل كتيرة فيما بعد. الحاجة الاولى ان انت تعرف اسم كارت الشاشة واسم كارت النتورك بتاعتك، ودي سهلة، يعني انت هتعمل كليك يمين على ماي كمبيوتر او ذس بي سي وتختار بروبرتيز، ومن بروبرتيز هتفتح ديفايس مانجر. دي القائمة بتاعت الدرايفرات بتاعتك كلها، من Display Adapters هتعرف اسم كارت الشاشة بتاعك، هتفتحه وهتجيب ورقة بس وقلم وهتكتب الاسم اللي هيظهر لك. ده طبعا اسم كارت الشاشة بتاعي، يعني اسم كارت الشاشة بتاعك أكيد هيكون مختلف أو متشابه، يعني على حسب. طيب، النتورك، كارت النتورك هتفتح برضو. طبعا انا مسطب عندي برامج كتير بتستخدم كروت نتورك، فعشان كده الدنيا عندي زحمة، لكن انت لما هتفتح هتلاقي سطر واحد بس هو ده اسم كارت الشاشة بتاعك، كارت النتورك بتاعك اسف، وانا كارت النتورك بتاعي هو ده، هتكتبه برضك في ورقة وهتخليه معاك. الخطوة ديت هتسهل عليك ان انت تعرف تجيب التعريفات ديت تاني، طبعا لما هتنزل نسخة الويندوز التعريفات كلها هتضيع، فالخطوة دي هتسهل عليك ان انت تقدر توصل للتعريف بتاعك. دي الحاجة الاولى اللي احنا ايه قلنا عليها. طيب، ايه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية ودي برضك هتسهل عليك دربكة كبيرة جدا، خاصة لو انت مثلا مقسم الهارد بتاعك لكذا بارتيشن، او لو انت عندك اكتر من هارد متقسم كذا بارتيشن زي في الحاله بتاعتي انا كده. انا عندي كذا هارد ومقسمهم كذا بارتيشن،
الخطوة ديت هتسهل عليا ان انا هعرف احدد البارتيشن اللي انا هنزل عليه الويندوز. طبعا هو الويندوز هنا بيقول ان ده البارتيشن اللي عليه الويندوز، لكن وانا بسطب الويندوز الخطوة ديت مش هتبقى يعني مش واضحة زي كده. طيب انا اوضحها ازاي؟ بخطوة بسيطة جدا، اعمل كليك يمين على البارتيشن واقول له رينيم واسميه اي اسم مميز وليكن سيس، اختصار لكلمة سيستم يعني. بس انا لما هنزل الويندوز في المرحلة او في الخطوة اللي هيجيب لي فيها البارتيشنات ويقول لي اختار البارتيشن اللي هتنزل عليه الويندوز، لما هقرا كلمة سيس هعرف ان ده البارتيشن اللي كان عليه الويندوز، هختاره هو وهفرمته وهنزل عليه الويندوز. لكن لو سبت الدنيا سايحة زي ما كانت، هتيجي في الخطوة ديت هتبقى محتار هو الويندوز كان على انهي بارتيشن. ممكن تنزل الويندوز على بارتيشن فيه داتا، تحصل مشكلة، يحصل تداخل ما بين ملفات الويندوز وملفاتك الشخصية، فاحنا في غنى عن الموضوع ده. دي الحاجة التانية اللي انا بطلبك بيها قبل ما تشتغل. طيب ايه هي الحاجة التالتة؟ حاجة مهمة جدا جدا جدا، عايزك تعرف نوع تقسيم الهارد بتاعك، هل هو جي بي تي ولا ام بي ار. طبعا احنا مش هنقدر يعني مش هنشرح ايه هو الجي بي تي وايه هو الام بي ار وايه الفرق ما بينهم وايه هو الافضل، يعني ده مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا ان احنا عايزين نعرف الهارد بتاعنا اللي هننزل عليه الويندوز هل هو نوع التقسيم بتاعه جي بي تي ولا ام بي ار. ليه عايزين نعرف كده؟ طيب افرض الهارد بتاعي كان جي بي تي وكان عليه داتا مهمة جدا، هاجي هسطب الويندوز هيلاقي ان تقسيمة الهارد جي بي تي، هيرفض ان هو يسطبه وهيقول لك لازم تحول الهارد لام بي ار. طبعا الخطوة ديت عشان تعملها هتضيع منك الداتا بتاعتك كلها. فاحنا عشان نختصر المشكلة الكبيرة ديت عايزين نحدد الأول نوع تقسيم الهارد بتاعنا جي بي تي ولا ام بي ار. طيب نعرفها ازاي ديت؟ بخطوات سهلة ان شاء الله. هنفتح الكنترول بانل، ومن الكنترول بانل هنختار administrative tools، ومن الادمنستريتيف تولز هنختار كمبيوتر مانجمنت، دبل كليك عليها، ومن الويندو اللي هتفتح لنا اللي هتفتح هنختار منها ديسك مانجمنت، هي كليكة واحدة بس. هيعرض لك كل الهاردات اللي متوصلة عندك على الكمبيوتر. طبعا بص انت لو لاحظت هتلاقي اهو ده هو بيقول لي ان السيس دوت هو اللي عليه الويندوز، يعني ده الهارد ديسك زيرو هو اللي نازل عليه الويندوز. طيب هعرف منين اذا كان هو جي بي تي ولا ام بي ار؟ هعمل كليك يمين عليه واختار بروبرتيز، ومن بروبرتيز اختار من البارتيشن ستايل، هتلاقي قدامه مكتوب ام بي ار، تمام كده. يبقى احنا كده عرفنا البارتيشن بتاعنا اللي هننزل عليه الويندوز او الهارد بتاعنا اللي هننزل عليه الويندوز نظام او نوع التقسيم بتاعه ام بي ار، تمام كده، كتبناه في الورقة بتاعتنا. تمام هنقول اوكي وهنقفل كل اللي فتحناه ده. طيب كده احنا عرفنا، حددنا أول 3 حاجات إحنا عايزين نعرفهم قبل ما نبدأ نشتغل. إيه الحاجة الرابعة؟ الحاجة الرابعة ودي حاجة برضك أنا بعتبرها مهمة، إن أنت تاخد باك أب من الملفات اللي على الديسك توب بتاعك والماي دوكيومنت بتاعتك، الماي دوكيومنت بتاعتك والملفات اللي أنت عملت لها داونلود في حالة إن أنت مش مهم يعني مش عايز تعملها داونلود من اول وجديد. هتاخد الحاجات دي كلها في فولدر وتحطها مثلا في اي بارتيشن تاني او تحطها في هارد خارجي اللي يريحك، وبعد ما تنزل الويندوز رجعها زي ما كانت او حطها في اي مكان انت عايز تشتغل منه. طيب
هل هتقعد تدور كتير في الملفات؟ لا، خطوات بسيطة بس. انت هتفتح ديسك كمبيوتر، و من البارتيشن اللي نزل على نسخة الويندوز اللي هو السي، هتفتح فولدر اسمه يوزرز. الفولدر ده فيه اليوزرات اللي موجودة على الجهاز. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هنفرض ان انت شغال على الجهاز لوحدك، معمول عليه يوزر، ايا كان اسم اليوزر في الغالب بيبقى ادمنستريتور، او اي انت متسميه اي اسم تاني. طب هعرف منين اسم اليوزر بتاعي؟ بص، يعني انا هدي لك الخلاصة. الديفولت دوت والبابليك مالكش دعوة بيهم، لان دول تبع النظام، تبع الويندوز. اي اسم تاني مختلف، يعني الادمنستريتور دوت في الغالب ده يوزر انت بتستخدمه. انا مسمي اعمل يوزر اسمه فاميلي، مخلي مثلا اي حد غيري يستخدمه. طيب هنفتح مثلا ادمنستريتور اللي هو اليوزر بتاعي، هختار منه فولدر اللي اسمه ديسكتوب والديوكومنتس والداونلود، دول اللي انا عايزهم بكل اللي. وممكن برضك اختار البيكتشر لو فيهم صور، والفيديوز لو انا مسجل فيديوهات عليه، دول اللي انا محتاجهم. اخدهم كوبي، وهاجي على اي بارتيشن تاني، وهعمل فولدر اسميه اي اسم، اولد داتا، وهفتحه وهعمل بيست او لصق جواه، هينسخ لي كل الداتا اللي موجوده اللي على الديسكتوب بتاعتي، والماي دوكيومنتس، الحاجات اللي انا اخترتها والشغل بتاعي كله يعني. وفي حالة ان انت لو عندك يوزر تاني مستخدم على الجهاز، خش على اسم اليوزر بردك باسم الفولدر، واختار نفس الملفات الفولدر، اسف، واختار نفس الفولدرات وحطهم برضو بيست باسم اليوزر، عشان تبقى عارف دي الفولدرات او الملفات بتاعت اليوزر الفلاني. طيب كده احنا استعدينا لشغلنا، عرفنا اسامي الدرايفرات، حددنا البارتيشن اللي هننزل عليه الويندوز، سميناه اسم مميز عشان نعرف نحدده، عرفنا الهارد بتاعنا نظام التقسيم او نوع التقسيم بتاعه ايه، جي بي تي ولا ام بي ار، وخدنا باك اب من الداتا بتاعتنا اللي على الديسك توب والماي دوكيومنتس. طيب نبدأ نشتغل. ايه هي الخطوة الأولى في عملية تسطيب الويندوز؟ طبعا الخطوة الأولى ان يكون عندي نسخة ويندوز، يكون امتداد الملف بتاعها ايزو، عشان اقدر احرقها على فلاشة او اسطوانة عشان ابدأ انزل الويندوز من خلالها. طيب الويندوز في منه نوعين، نوع 32 بت ونوع 64 بت. انا ازاي اقدر احدد انهي نوع اللي هستخدمه؟ يعني الجهاز بتاعي شغال عليه نسخة 32 بت ولا 64 بت؟ هنجاوب ان اللي يحدد الموضوع دوت تلات حاجات. الحاجة الاولى البروسيسور، هل هو بيدعم نظام 32 بت ولا 64 بت. الحاجة التانية الرامات، طبعا الرامة لو كانت أكبر من 3 جيجا يفضل إن هي تكون 64 بت، لأن الويندوز ال 32 بت ما بيقراش غير 3 جيجا ونص رامات. يعني لو انت الجهاز بتاعك فيه 4 جيجا رامات، الويندوز مش هيقرا الا 3.5 بس، وكده هيبقى عندك 512 ميجا رامات مش انت مش مستفيد بيهم،
فالرامات لو انت عندك 4 فيما فوق لا لازم تسد، يعني الافضل ان انت تستخدم نسخة 64 بت. الحاجة الثالثة والاخيرة البرامج اللي انت بتشتغل بيها. لو حضرتك عندك البرامج، يعني هنفرض مثلا انت عندك برنامج فوتوشوب 64 بت وقمت نزلت ويندوز 32 بت، طبعا البرنامج مش هيتسطب خالص على الويندوز، لان البرامج ال 64 بت ينفع تشتغل على ويندوز 64 بت بس، لكن البرامج ال 32 بت ينفع تشتغل على الويندوز ال 32 بت والويندوز ال 64 بت مفيش مشكلة. فاحنا كده عرفنا هنحدد ازاي نوع نسخة الويندوز اللي احنا هننزلها، هل هي 32 بت ولا 64 بت. تمام كده؟ تمام. طيب هنبدأ بقى مرحلتنا الأولى، إن احنا هننزل نسخة الويندوز اللي احنا هنسطبها. هنفتح جوجل وهنكتب مايكروسوفت ويندوز 7 داونلود. طبعا شركة مايكروسوفت هتوقف الدعم لويندوز 7 أول العام القادم 2020. هنختار الرابط ده ومن خلال الزرار دوت نقدر ننزل النسخة ال 64 بت ايزو، او من خلال الزرار دوت هنقدر ننزل النسخة ال 32 بت 32 او 86 هو نفس المسمى ايزو برضه. هندوس عليه. وهنلاقيه بدأ يحمل عندنا. طيب نسخة الويندوز نزلت معانا. المرحلة التانية ان احنا نحرق نسخة الويندوز، ومعنى كلمة حرق ان احنا ننزلها على اسطوانة او يو اس بي فلاشة يعني. وطبعا انا من وجهة نظري موضوع الاسطوانة خلاص موضوع قديم جدا وبطيئة اصلا في الشغل. فدلوقتي النظام ان انت تنزل الويندوز على الفلاشة بقى افضل واسرع، يعني بدل ما كنت بتنزل مثلا نسخة الويندوز في ساعة الا ربع دلوقتي اعتقد تلت ساعة بكتير او تكون نسخة الويندوز نازلة من خلال الفلاشة. طيب ايه اللي محتاجينه عشان نحرق نسخة الويندوز اللي احنا عملنا لها داونلود على فلاشة؟ اولا احنا محتاجين اي فلاشة تكون ما تقلش عن 4 جيجا. هنحطها هنوصلها في الجهاز بتاعنا، ومن خلال الأداة ديت طبعا هو قاري الفلاشة بتاعتي من هنا ان هي متوصلة. لو انت موصل اكتر من فلاشة افتح هيظهرولك واختار الفلاشة اللي انت عايز تحرق عليها الويندوز، بس خلي بالك ان الداتا اللي عليها هتتفرمت، فما تحطش فلاشة يكون عليها داتا مهمة. طيب من خلال الزرار سيلكت هنحدد له المسار بتاع نسخة الويندوز اللي احنا عملنا لها داونلود. طبعا انا حاطط نزلت نسخة الويندوز على فولدر على الديسكتوب اسمه انستول ويندوز 7 او وين 7. هنفتح سيلكت وهنختار المسار ده، هنختار ديسكتوب ونختار الفولدر اللي اسمه انستول ويندوز 7 او وين 7، وهو قاري الملف اهو بتاع الويندوز هنحدده ونقول له اوبن. كده هو حدده حط نسخة الويندوز اراها اهي. الاوبشن ده هنسيبه زي ما هو
في نقطة بقى مهمة جدا، احنا اتفقنا مع بعض احنا عايزين نحدد نوع تقسيم الهارد، هل هو جي بي تي ولا ام بي ار. طيب الميزة في التولز ديت ان هي بتحدد لك انت ممكن تعمل الويندوز يدعم اي نوع تقسيم من الهاردات، فلو الهارد بتاعك بيدعم الام بي ار اختار الام بي ار، بيدعم الجي بي تي اختار الجي بي تي. الميزة اللي انا بقول عليها ان الخطوة ديت بتوفر عليك ان انت تعمل تحويل للهارد بتاعك وتضيع الداتا بتاعتك كلها. فبما اننا احنا شفنا الهارد بتاعي ان هو بيدعم الام بي ار، هنقول له هتخليها ام بي ار تمام كده، وهنسيب هنا الاعداد زي ما هي ونقول له ستارت. هنا الورنينج بتاعته ان هو هيدلت كل حاجة، قول له اوكي. هياخد الوقت بتاعه، تمام كده احنا خلصنا حرق نسخة الويندوز على الفلاشة بتاعتنا، هنقول كلوز. كده فلاشتنا جاهزة ان احنا نسطب من خلالها الويندوز. طيب الخطوة الثالثة المفروض نعملها ان احنا نظبط الجهاز بتاعنا ان هو يعمل اقلاع او بوت من الفلاشة. يعني ايه؟ يعني احنا عايزين نقول للجهاز بتاعنا اقرأ الفلاشة ونفذ الاوامر اللي فيها. طيب بما ان طبعا في مش شركة واحدة اللي عاملة اجهزة الكمبيوتر، في شركات كثيرة، فكل شركة لها طريقة معينة ان احنا نعمل ازاي الفيرست بوت، او ان احنا نفتح شاشة البيوس بتاعتها او اسمها الشاشة الزرقاء ونحدد ان الفيرست بوت بتاعها يكون الـ USB. يعني مثلا شركة زي شركة ديل بتدوس على زرار F2 بعد ما بتشغل الجهاز او تعمل ريستارت على طول، قبل ما الجهاز يفتح بتقعد تدوس على زرار F2 لحد ما يفتح لك شاشة البيوس بتاعته أو الشاشة الزرقاء، ومن خلالها بتعمل البوت الفيرست بوت الـ USB. شركة زي شركة اتش بي مثلا، لا مش F2، F10. في شركات تانية ولا F2 ولا F10، زرار الديليت تقعد تدوس عليه لحد ما يفتح لك الشاشة الزرقاء. طبعا الخطوة ديت منوطة بنوع الجهاز اللي انت بتشتغل عليه، فانت لو عارف ازاي تعمل الفيرست بوت كان بها، مش عارف حدد لي بس ايه نوع الجهاز بتاعك وانا هبعت لك الخطوات بتاعتها ازاي تعملها. يعني على سبيل المثال انا جهازي جهاز المذر بورد بتاعته جيجا بايت، فلما بعمل ريستارت للجهاز بدوس على زرار ديليت واخش على الشاشة الزرقاء بتاعته واعمل الفيرست بوت الفلاشة الـ USB. فالخطوة ديت منوطة بنوع الجهاز بتاعك، فانت لو عارف تعملها تمام، مش عارف تعملها اكتب لي بس في التعليقات نوع الجهاز بتاعك وانا ان شاء الله هرد عليك واقولك ازاي تعمل تخلي الجهاز بتاعك يخلي الفلاشة فيرست بوت لي ويقرأ الفلاشة وينزل الويندوز. طيب كده احنا خلصنا الخطوة الأولى ان احنا نزلنا نسخة الويندوز، والخطوة الثانية ان احنا حرقنا نسخة الويندوز على الفلاشة، والخطوة الثالثة ان احنا خلينا الجهاز يفرست بوت من الفلاشة.
الخطوة الرابعة بقى والأخيرة إن إحنا نبدأ في تسطيب الويندوز. الجهاز لما هيقرأ الفلاشة من الفيرست بوت هيبدأ في خطوات تسطيب الويندوز. يلا بينا نتابع مع بعض إزاي نسطب الويندوز. هنا الويندوز بيبدأ يقوم معانا. بنختار الإعدادات بتاعة اللغة زي ما هي، ونختار Install Now. هنا بيخيرك أنهي نسخة، لمتى لو في أكتر من نسخة موجودة على نسخة ويندوز بختار النسخة اللي أنا عايزها. في الخطوة ديت الخيار الأولاني بيخيرك إن أنت تنزل نسخة الويندوز على نفس الملفات القديمة، هيعمل لك ملف اسمه ويندوز دوت أولد في موجود الملفات القديمة. والخيار التاني إن أنت تعمل فورمات للبارتيشن اللي هتنزل عليه الويندوز. طبعا أنا بفضل الخيار التاني إن أنا أختار إن أنا أعمل فورمات للبارتيشن. في الويندو ديت ده الهارد طبعا بتاعنا والمساحة بتاعته الكلية. أقدر إن أنا أقسم الهارد من أول وجديد زي ما أنا عايز. بفتح القائمة بتاعتنا هنلاقي في نيو، بدوس على نيو، بيجيب لي المساحة اللي أنا أحددها. طبعا المساحة بتبقى بال1024، يعني أنا لو عايز أقسم بقول مثلا 30,000، يعني عايز البارتيشن يبقى 30 جيجا، بقول أوكي. بيحدد لي البارتيشن الأولاني بالمساحة اللي أنا حددتها له. طبعا بيجيب لي المساحة الباقية زي ما هي، بحددها وبقول نيو تاني، وبقول اعملي بقية المساحة البارتيشن التاني. طيب يبقى انا كده معايا 2 بارتيشن. لو انا محتاج ان انا ادلت البارتيشنات دي تاني واعيد تقسيم الهارد من اول وجديد، بختار بحدد البارتيشن وبقول ديليت، اقول له اوكي. كده المساحة ديت بقت مش مستخدمة، بختار البارتيشن التاني واقول ديليت واقول اوكي، والبارتيشن التالت واقول ديليت واقول اوكي. كده الهارد رجع تاني بدون تقسيم زي ما كان الاول. عشان انزل ويندوز بقى هقول نيو واختار المساحة الكلية، يعني كده الهارد هيبقى كله بارتيشن واحد. البارتيشن الميت ميجا دوت ده تبع الويندوز، الويندوز هو اللي بيأكتيفه. طبعا هتلاحظ ان انت لما بتقف عليه الويندوز بيقول ده ما ينفعش ينزل عليه ويندوز لان مساحته قليلة جدا. اختار البارتيشن الكبير واقول له نيكست، ويبدأ الويندوز
طبعا تقدر تدوس على طول على زرار ريستارت ناو، او تسيبه هو يعمل ريستارت مع نفسه. ومن هنا بتكتب اسم اليوزر اللي هتستخدمه في الويندوز. طبعا متاح لك انت تكتب اي اسم انت عايزه، وهتلاحظ تحت بيتكتب نفس الاسم بس بإضافة بي سي، يعني ده هيكون اسم الكمبيوتر. هتدوس نيكست. طبعا هتتجاهل الخطوة ديت. وهنا هنقول له اسكيب، اختار يوزر كوماند سيتنج، وافتح القائمة بتاعتك واختار دور على كايرو بلس 2 اللي هو التوقيت المحلي للبلد اللي انت فيها. طبعا هنختار كايرو وهعدل الساعة، هظبط الساعة على حسب وقتها. نقول نيكست. اختارها هوم نتورك بما انه هو جاهز في البيت يعني.